يقول كيف أفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ يعني الحديث الثاني يبين لك إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، له يدان وله رجل وله قدم وله عينان، هذا هو فقط. وطبعا إذا قلنا بذلك يبقى إذن عينان تليقان بجلال الله وكمال الله، أما عين الإنسان فعلى عجزه ونقصه، والإشراق في الاسم لا يستلزم الإيه؟ التساوي في المسمى.